واحد من الموضوعات اللي يعني أخد حيز كبير من اهتمام الناس كلها على مدار الأربع خمس أيام اللي فاتوا هو الشهادات الجديدة اللي طرحها بنك مصر والبنك الأهلي وبعائد سنوي 25%. لحد دلوقتي احنا شايفين إقبال كبير من الناس على الشهادات دي، يمكن آخر التصريحات بتتكلم عن أكتر من 91 مليار جنيه تم يعني إيداعهم في البنوك من خلال الشهادات اللي هي 25%. وبنتكلم بقى عن تساؤلات كتير عند الناس، هل أنا دلوقتي لو عندي شهادة العائد بتاعها 18 أو 11، لأنه في ناس عندها ال 11، هل أفك الشهادات دي وأحط في ال 25 ولا لأ؟ طيب هل أنا لو معايا مثلا ذهب أو معايا تحويش تاني في أي في عقار أو حاجة أفكهم وأحط الشهادات؟ يعني أني نوع من أنواع الأصول أو السيولة تنفع أنها تحط الشهادات أو أخد بيها الاستفادة الكاملة أو أخد بيها يعني أفضل شكل من أشكال الاستفادة من الشهادات ال 25؟ تساؤلات يعني عند ناس كتير بخصوص الشهادات ال 25، والشهادات دي بشكل عام بقى دلالتها إيه وبتقول لنا إيه عن مؤشر الاقتصاد وإحنا رايحين لفين الفترة اللي جاية. معانا الأستاذ محمد عطاء المحلل المالي عشان نسأله ونطرح عليه كل هذه الأفكار ونستمع ليه رؤيته. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضراتكم وأهلا بالسادة المشاهدين. أول حاجة خليني أسأل حضرتك عن رأيك في معدلات الإقبال لحد دلوقتي على شهادات الـ 25%. يعني خلينا نقول مع نسب الفايدة الكبيرة اللي بنشوفها لأول مرة على الشهادات الجديدة، سواء بـ 25% للعائد السنوي و 22.5% للعائد الشهري، أكيد كان متوقع أن الإقبال يبقى كبير. وحسب التقارير الصحفية اليوم شفنا حوالي 125 مليار في أول 3 أيام عمل منذ طرح الشهادة. 125 مليار كمان مش 90، مظبوط 125 مليار للبنكين، البنك الأهلي وبنك مصر، ودي نسبة الحقيقة كبيرة جدا، شايفينها في أول 3 أيام إقبال كبير، وده متوقع نتيجة للعائد الكبير اللي بنشوفه لأول مرة على الشهادات. طيب يعني برضو في جزئية معرفش انت سمعت التساؤل ده زي ولا ايه حسام، الناس اللي عندها شهادات اقل فايدة او اقل عائد ال 18 وال 11، هل تتفك الشهادات دي وتتحط في ال 25 ولا الخسائر اللي هتعود من الفك هتبقى مش محصلة يعني؟ او على اعتبار ان البعض بيقول احنا مش ضامنين الشهادات دي بكاميرا كام سنة سنتين، فانت الاحسن انك تعمل مكسب اقل بس على سنين اكتر، ولا تاخد مكسب سريع على سنة مثلا تمام. خلينا نقول هو تساؤل مهم طبعا بيهم الساده المشاهدين جميعا في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها الحاليه. يعني نقول ايه الاول يعني الهدف من الشهاده، يعني احنا عملنا الشهاده 25 ليه، وايه الهدف للمواطن منها او ايه الاستفاده اللي هتعم على المواطن منها. الشهاده في المقام الاول معموله عشان معدلات التضخم العالي واكيد لدعم المواطن او دخل المواطن في الفتره الحاليه، والدليل على ذلك ان اللي عمل الشهادتين دول هم اكبر بنكين حكوميين موجود داخل مصر، وده عشان يتحملوا نسبة الفايدة الكبيرة اللي طبيعي ان هي هتأثر على ربحية البنوك دي، فما يقدرش يتصدر ليها اي بنك تجاري او بنك خاص غير البنوك الحكومية. فمن هنا نقدر نقول ان فايدتها للمواطن هو ان هي وعاء جديد للتحوط، ان هو يحافظ على قيمة العملة المحلية معاه، وكمان عشان يحارب بيها معدلات التضخم العالية وابدأ ان انا ادعم دخل المواطن في الفترة الحالية. لكن نحدد ازاي الشهادة اللي معانا نعمل فيها ايه؟ الشهادة 18 اعتقد طبقا لاقبار المصرفيين وتصريحاتهم يعني ما ينفعش ان انا اقصرها لان باقي عليها حوالي 3 شهور بس. حتى وان كان الشهاده ال 25% مش هتستمر معانا لفتره كبيره، هو كده انت ما ينفعش تكسر شهاده قبل 6 شهور بالظبط، لكن ده كان نظام عام يعني بالظبط، لكن ال 18% عدى عليها اكتر من 9 شهور، واعتقد ان هتبدا ان هي يعني تخلص في شهر مارس القادم، فاعتقد الباقي منها ما يخلينيش ان انا افكها لانها تبقى نسب الخساره تتعدى نسب الربحيه في الشهاده الجديده، فما انصحش اللي معاه الشهاده 18% ان هو يبدا ان هو يقصرها او يحولها، لكن خلينا نقول اللي معاه 11 و12 من الممكن ان هو يبدا ان هو يقصرها ويبدلها لل 25%، لان الفرق كبير حتى وان كانت الشهاده لمده سنه واحده، لكن الفرق كبير، الفرق يتعدى ال 100% او ال 120% عن الفايده اللي هو بياخدها حاليا على الشهاده ال 11 او ال 12، فهو يبدا يستفيد بالوعاء الادخاري الجديد اللي طرح بعائد كبير والاول مره بينزل. طيب. ويبدا بعد كده حتى بعد انتهائها يشوف ايه الوعاء اللي هينزل بعديه ويبدا ان هو يستثمر فيه. طيب خليني اسال حضرتك اخر سؤال برضو بيهم الناس تعرف، هل احنا طالما قلت انه يعني الهدف من هذه الشهادات هو التحكم في او كبح جماح التضخم، هل بتشوف انه الارقام اللي جمعت حتى الان او اللي تم ايداعها حتى الان تقدر انها تحقق الهدف دوت؟ وبالتالي لحد امتى هتفضل الشهادات دي مطروحه بحسب التوقعات؟ طبعا ما فيش حاجه معلنه يعني.
يعني هو واضح ان الشهاده هتبقى لفتره محدده جدا تكاد تكون اسابيع تعد على اصابع اليدين. يعني مش هتتعدى الشهرين اعتقد، وده اللي شفناه على فكره في الشهاده ال 20% في فتره 2017 ان هي ما عادتش معانا فتره كبيره، واعتقد ده اعاده لنفس النموذج. الشهاده ال 25 السنويه او ال 22.5 اللي هي العائد الشهري اعتقد هتبقى العائد بتاعها عائد كبير، واعتقد كمان ان نجاحها في ان هي كبح جناح التضخم او السيطره على معدلات التضخم مرتفعه، الاهم منه كمان تحليل المصادر اللي هتخش منها الفلوس للشهادات، واعتقد هو التارجت الاول او المستهدف الاول للبنك المركزي هي السيوله الخارجيه وكمان التنازل عن العملات الاجنبيه في مقابل العائد الدولار او التحويش العادي اللي معاك. بالظبط كده، وده المستهدف الاكبر للمركزي، مش كسر الاوعيه القديمه او الشهادات القائمه وتحويلها مره اخرى، واعتقد مش اني ابيع اصول او ابيع ذهب او الكلام ده. بالظبط، واعتقد ده اللي بان النهارده في التقارير الصحفيه ان اكثر من 40% من الحصيله حتى الان هي نتيجه لسيوله جديده وكمان تنازل عن العملات الاجنبيه والذهب وما الى ذلك. شكرا لحضرتك الاستاذ محمد عطا المحلل المالي.